Lilas, Lilas. ولك مين هي؟ هي اللي بابا ساكر عندها. تعو تعو شوي يلا. بلكي بابا عندها هلا، شو رأيك نطلع؟ ايه تعالي تعالي تعالي. اهلا اهلا، كيفكن يا اولاد؟ يا الله قديشكن انتو اولاد حلوين ومهضومين ما شاء الله. انت فكرت ما هيك؟ عرفت لحالي. يلا لكن يلا لحظة. استنوا شوي بس دقيقة، بدي غيب لحظة بس وبرجع لكم. أنا أجيت لأنكم أنتوا هلأ رجعتوا من المدرسة وهنيك بيكون في جراثيم كتير. مد إيدك يلا. بكفي مدنا. بكفي مسحوهم مشان يموتوا الجراثيم. طيب وهلأ البسوا هدول برجليكم. خدي لا لا وقفي وقفي اشلحوا من رجليكم ها، وفوق الجرابات البسوا هدول. ادعسوا على الخفافة مش عم ما تدقروا بالأرض. وهلأ نطوا يلا يلا. وهذا شلون بيلبسوا؟ دخلوا برجليك. أيوة هيك خود. برافو. تعال شيماء. اي حبيبتي. بابا اذن عندك لهون شي؟ بنوب. لكن انت ليش ناديتينا لحتى نطلع لعندك؟ ما في شي مهم، بس قلت بنحكي شوي يعني بنقعد شوي مندرجش سوا. ولا ما بتكون هالشي حبيباتي؟ مو هيك، بس اذا بابا مو هون ما رح نفوت. بس انا مساوي كيك شوكولا وفطاير كمان. انا بدي اكل بدي اكل. استنى فكره، انت لوين رايح؟ والله انا بدي اكل. برافو عليك برافو ما شاء الله عليك ما شاء الله. شايفه اخوكي شو شاطر؟ يلا فوتي يلا يلا. ابني الصحن خليه فوق لانه عم يهرهر. انتبه بعد رجلي. ايه يلا خبروني. نحن شو بدنا نخبرك؟ شو راح تخبروني؟ شو راح تخبروني؟ يا اولاد شو رايكم يا اولاد تحكوا لي عن ابوكم مثلا؟ نحكي لك عن ابونا؟ ايه شو بيعمل؟ شو بيساوي؟ بيروح لعند مين؟ ومين بيجي لعندكم مثلا؟ هيك شيء قولوا لي. ما بعرف. كيف ما بتعرف؟ ليش هو مو بيكون ابوك يا ولد؟ يعني بدون اخي فكرات هالاغلب ما فهم سؤالك، لانه كل الناس بتعرف اخبار بابا. ايه فهمت، يعني المفروض انه انا اوضح لك اكثر السؤال. اعطيني لحظه. مثلا شو انواع الكتب يلي بابا بحب يقراها؟ ابونا بعمره ما بابا ما بيقرا كتب ابدا. غريب مع انه انسان مثقف كثير، يعني حكيو كله نابع من جواته مو من الكتب. مجنونة. ابني قول شوي شوي. لك كيف الارض توسخت تحتك؟ ما شاء الله عليك انت بتشبهي ابوك كثير. مزبوط انه انت اللي لقيتي البنت؟ برافو. ونحن بالحقيقه ما فكرت على طول هيك، بحب يمزح كثير، بس حتى لو ما لقيتها أنا أكيد كانت رح تلاقيها الشرطة. طبعا طبعا، فورا كانوا رح يلاقوها الشرطة. شرطة؟ إيش شرطة؟ شرطة بتلاقيها. طب نحن صار لازم نمشي؟ لوين؟ ما فيكم تضلوا شوي؟ ما عم نقدر، بدنا نروح هلا. فكرت على الأقل قلي شو المسلسل اللي بابا بيحبه؟ نحن لازم نروح فورا. طيب يلا فكرات. باي. ليش جايتيني على مخفر الشرطة؟ انت رح تضل مستنيني برا. انا رح فوت اسأل جميل سؤال صغير وارجع. طيب يلا. شو بدك يا حلوة؟ بدي ضابط جميل لو سمحت. جميل؟ ايه يلا دقيقة. جميل ليكم هذا اللي روحي لعنده. ليلاس مرحبا عمو جميل.
شو في؟ شو عم تعملي هون؟ قولي لي صاير شي؟ لميس فيها شي؟ مو هيك القصة، لميس منيحة وما فيها شي، يعني هي مو كتير منيحة بصراحة. شو يعني؟ تعي عادي هون فوتي. بصراحة أنا محتاجة منك مساعدة. حكمت شو عم تعمل؟ الوظيفة، عم حل الوظيفة. وعم تحل وظائفك دغري كمان؟ والله برافو عليك. ايه اكيد، شو لكان؟ طيب تعال اشرب معي شاي. شاي؟ يلا تعال. طيب يلا تعال اقعد. شو هاد؟ قلت خلينا نقعد ونشرب الشاي سوا، شو ما بيحق لنا نرتاح شوي يعني؟ بعدين الجو حلو كتير. ماشي، شكرا كتير لك. هلأ نحن نعتبر أصدقاء مقربين، ما هيك؟ قلتي أصدقاء؟ إيه يعني هلأ أنت صار لك زمان بتشتغل عنا، لهيك نحن أصدقاء. يعني أنت معي دائما، وبتعرف إنه أوقات كتير بحسك بتفكر فيني أكتر مني. بصراحة لو كنت أخي ما كنت حبيتك لهالدرجة، يعني قد ما قلت لك شكرا قليل. أنت إنسان منيح كتير حكمت، إن شاء الله تتعرف على بنت تكون منيحة هيك مثلك. بقدر أطلب منك طلب؟ قولي. لا تقرب من عاصم لو سمحت، يعني الأفضل إنك تضل بعيد عنه. أنت عم تعصب كتير منه، أنا عم انتبه لك منيح، بس انتبه. بعرف إنه عاصم ما عم يتعامل منيح معك أبداً، بس لا ترد عليه. مين قال لك إنه أنا بهتم كيف بيتصرف معك؟ هذا الزلمة متوحش، عم يمد إيده، شو أنا ما بشوف؟ أنا رايح أكمل شغلي، إن شاء الله دايماً. لميس عم تدور على أمكم؟ ايه عم تدور عليها، نحن اجانا هالخبر من فترة قريبة. هو بصراحة هي المرة اللي عم بحكي لك عنها بتكون قرايبتنا بس من بعيد، واحتمال تكون ماما موجودة معها بالبيت. لميس تحمست كتير لما سمعت هذا الخبر. لميس حابة كتير تلاقيها لهي المرة لأنه اشتقت لماما، وطبعا أنا اشتقت لها كتير كمان، لهيك نحنا لازم نلاقيها بأسرع وقت. يا ريت فينا نلاقيها. ليلاس خلص روقي، لا تاكلي هم، أكيد رح لاقي طريقة ساعدك فيها. شو كان اسمها قرايبتكن هي؟ قولي لي عم بسمعك. آيلا آنجم. آيلا آيلجم؟ آنجم. ورقمها معي إذا بدك. حلو كتير، أعطيني إياه. هو بصراحة في عنوان مسجل بهذا الاسم والرقم بس. بالله؟ طيب معلش تعطيني هذا العنوان لو سمحت. ايه بس حبيبتي، يعني ممنوع انا اعطيك هيك معلومات، قصدي هيك القوانين عنا، ما بقدر. يا الله، مع ان لميس لو قدرنا نلاقي ماما كانت رح تكون كتير مبسوطة، لانه كلياتنا اشتقنا لها كتير، وانت كنت بتقدر تجمع ام مع اولادها. تفضلي. الله يرزق ربي يخليكي. الله يرضى عليك يا أخي. الله يعطيك. بس عطيتوه إلى يا الله. أختي الله يحمي لك شبابك. شو هالحالة هاي؟
أعطيني الله يخليكي. الله يحمي لك شبابك. الله ياخذكم كلكم ان شاء الله، لا ضمير ولا احساس. انتوا ليش ما عم تساعدونا؟ من مال الله يا اختي، لهالولد صغير اللي تعطيته لها. الله يخليكي. الله يرضى عليه. ما احلى، دايري بالك عليه؟ اكيد عم دير بالي عليه. شو اسمه؟ احمد. ولد؟ ايه طبعا طبعا بيعطوها لها لانه مع ولد. برافو عليك يا فكري الذكي، قوم جيب ابنك قوم. يا الله. أسوأ أسوأ. يلا يا تولاي، الظاهر ما حدا منهم رح يجي، خلينا نروح بقى. لك خلص عاد مرتضى، طوشتني والله. هلأ شوي وبيجوا. خلص إذا القصة هيك مناخد معنا عصمة البنك، مانو على كيفنا، هلأ بيسكر. ايه خلص ما رح يطير البنك، عود. والله انت غريبة، بتقلي لي انه في مصاري وبتخليني اتحمس وبعدين بتقلي لي عود. اجوا تعالوا فوتوا يلا. اهلا وسهلا يا اولاد، جوعانين شي؟ لا مالنا جوعانين، شكرا. برافو عليك. يلا يلا بسرعه يلا، رح يسكر البنك. ايه استنى شوي، وينو احمد؟ ما بعرف، قال رح يجي. ها رح يجي. يلا يلا يلا. لك خلصيني يلا. بدكم شي يا اولاد؟ لازم نروح لانه نحن عندنا كتير شغل مهم. عصمت انا طعميته وبظن لميس ما رح تتاخر كتير. طبعا روحي، لا تقلقي علينا ابدا. برافو عليك يلا. لا تفتحوا الباب لحدا، ماشي؟ لا تاكلي هم. اوعكم ها، روحي خلصنا بقى. فيكو اوعك تلعب بالفيلم، بعرفك مأذي. ماشي يلا يلا. لك امشي خلصيني. خود حط هون. كفك. ايوه يا شاطر. يي اهلين بابا. كيفكن يا اولاد؟ لميس وينه؟ مو هون. اوه ايه ممتاز الحمد لله. انا وعصمت راح نروح مشوار. لوين رايح؟ شو يعني؟ راح نطلع شوي لبرا، ولميس اصلا بتعرف بهالشي، لا تخافوا عليه ابدا. راح نروح على حديقه الحيوانات. خلينا نروح كلنا. لا لا اليوم منروح نحنا، وبكرة باخدكن انتو. بابا خلينا نروح معك. خلص بكرة باخدكن معي، بوعدكن بوعدكن. يلا يلا السيارة برا. والله بوعدكن بوعدكن، كم مرة رح عيد؟ يلا السيارة برا. بس انت ما عندك سيارة. بس انت ما عندك سيارة، شو دخلك بهالموضوع؟ يعني لازم اقرر لكم. خلص انا استعدتها من عند رفيقي. توت توت بالسيارة. توت توت بدنا نروح بالسيارة. يلا هاتي هاتي للبسة. تعا حبيبي تعا يلا بس الجاكيت. يلا ضل الايد الثانية، انت شاطر كتير. دخل ايدك منيح فيها، برا الجو كثير بارد، لازم تلبس منيح. ها فرجيني، تعال تعال. اوبا يلا نروح. نحن رح نروح. يلا حبيبي وقف هون. لا توقف هون، يلا امشي. طب الغراض ويمشي. خلص وقف. تعال وقف هون، لا تروح. شفت تعال تعال حبيبي. بلشوا يهربوا هدول، اكيد خافوا رح يتركونا لحالنا. رح نطلع مصاري كثير اليوم. يلا تعال تعال اقعد هون. يلا لشوف، يلا بسرعه اقعد لشوف. اقعد. برافو يا شاطر، رح نبلش. يلا وهي قعده. يلا ابني يلا افتح ايديك. ايه من مال الله يا محسنين. شو هاد يا عيني؟ ساري بابا. والشغل لساته باوله يا ابني. ما شاء الله عليه، الله يحمي ويخلي لك يا اختي. والله البلاد جوعاني. يسلم هالايدين. شوف شوف المصاري قديش حلوين. شوف هذول اخواتي. من مال الله يا محسنين. الله يخلي لك يا. كفك 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 كفك. أغي على مهلك لك، ليش عم تقوي الضربة؟ أنا ليش ما خطر لي هالشغل من قبل؟ من مال الله يا محسنين. هيك بدي اياك دائما يا شاطر.
شكرا كثير على اليوم الحلو. عن جد؟ عن جد شكرا. لا تشكريني لأنه هذا ولا شيء. أنا لازم روح شوف شو وضع الأولاد. إيه تمام، روحي شوفيهم. بس رح شوفك بكرة ما؟ ليش أنت مو مشغول؟ إيه صحيح، إيه صحيح، بكرة عندي موعد صح. مو أنا اللي فترة قاعد بلا شغل، مشان هيك رايح عن بالي الموضوع ومو متذكره أبدا كمان. مو مشكلة، لكان في بيناتنا تليفون. تمام خلص، معناتها بنحكي أكيد بكرة. بنت رح تورط حالك يا أستاذ، نسيت إنه عندك شغل. يي فكرة ليلاس؟ أهلا وسهلا لميس. أهلين حبيبتي، ليش لهلأ لساتكن لابسين أواعي المدرسة؟ أخواتكن وين؟ حكمت وين؟ حكمت بالمحل. وأحمد؟ أحمد ما بعرف وينه، ما طلع من المدرسة معنا. بالله عن جد؟ عصمت وينه؟ وين عصمت؟ ما بتعرفي لوين راح؟ لا شو بدي أعرفني قولي. بابا ما خبرت شي يعني؟ ليش بابا شو بدي يخبرني؟ يعني بابا أخذ عصمت معه. من أمتى؟ نحن وقت أجينا من المدرسة عصمت كان هون، وبابا إجا وقال بده ياخده معه مشوار. وعرفت لوين بده ياخده؟ قال بده ياخده على حديقة الحيوانات. هو قالكم بده ياخده على حديقة الحيوانات وانتو صدقتوا هالشي؟ روحوا بدلوا تيابكن بسرعة، البسوا يلا بدنا نطلع. يا الله شو بده يكون عامل فيه هلا؟ والله أنا قرفت حياتي. خلص تعال أحملك. أوبا أخي الله يرزقك ويخليك يا أخي، هذا اللي طلع منك العمش وبخيل، مشان هالولد الله يرزقك ويحميك. الله يرزقك أكثر وأكثر أخي، الله يخليك. يسلم، الله يرزقك يا أخي. شكرا يا أخي. شباب تروحي على الكأس يا أخي، كثير جو حلو. ما حتوصل عليك البنات. يا روحي والله انك بتعرف تشتغل اكثر مني. يا الله لك يا الولد شو حلو، بجنن عن جد مو معقول، شو هالوش الملائكي هاد. شكرا، طالع حلو لابوه. هدول المصاري مو الك، هدول للولد. طبعا شو هالحكي يا اختي، اصلا انا عم بشتغل كل نهاري لطعمي ولادي. يسلموا ايديكي، الله يخليك، اعطينا كم ليره. شكرا الله اعطيله. ايه الله يرزقك يا اخي، والله انا مضطر، تعرف والله ما لي خير لا من اخوك ولا اختك ابدا، كل اللي بالبيت واقفين ضدي دائما. فكري لا مع هالحظ لازم نهرب من هون بسرعه. تعال هون ولاد، اتركني خلص، اتركوني بحالي بقى. فكر حالك زي ما بتفكر وهيك. اتركني، ما بسيارة طاع، لا تخاف. ايه حرك، لا لا تخاف والله لفرجيك نجوم الظهر، هو ما في شيء يخوفه. أبولي لازم يقصف رعبه. الولد ما رح يأذينا يا حبيبي، عمه طيب وما رح يأذينا. حراك بس وقف هون، خليك برضك. لك شبك يا زلمة راس. شو هاد عم تشحد على ابنك ومو مطلع غير هدول؟ ساتني مبتدئ بهي الشغلة، بس إذا بتصبروا علي كم يوم بطلع منا الذهب. تعلمت الأسلوب اللي بيجيب مصاري. خذ الولد منه. وقف وقف وقف، شو دخل الولد، شو دخل بالقصة؟ خلص خلص طيب على مهلك. ماشي ماشي، لك شو دخل الولد بالموضوع. أخ بس بسيطة يا روحي، لا تخاف، هلأ شوي ونمشي، لا تخاف. ماشي والله حرام، ابوس إيدك خدني أنا وعمول فيني شو ما بدك، بس أنت ما نفعتنا بنوبي يا فكري، لا نفعتنا بموتك ولا نفعتنا بحياتك، ولهيك ابنك رح يضل عنا. انت روح جيب المصاري وتعال خده. اسمعوا لك فكري، انا داخلي منك انقلع، روح جيب المصاري وارجع لهون بسرعة. يلا طيب طيب روق يا روحي، انت رح تبقى مع عمه شوي. ايه حبيبي انا رح روح شوي وارجع، ما بتأخر، بس يا ويلكن حدا يمد ايده عليه. فكري
اوعك تخبص وتخبر الشرطة. ما بقول له شيء، بس انتم ما تلمسوا ابني. بابا لوين رايح؟ واصل على البيت شوي. اسمعني منيح. يا ويل كنت تلمسوا ابني، رح ارجع لاقي ابني مكانه. اطلع لبرا. لا تخاف، انا ما بطول شوي برجع لك. ماشي حبيبي. اطلع لبرا. انتبه عليه ابني. حرك عم اقول لك. اطلع. اطلع. انا فرجيك. شو بدي اعمل هلا؟ من وين بدي اجيب كل هاي المصاري؟ شو بدي اقول للاولاد؟ لميس، لميس رح تموتني اكيد. الشي اللي جواتي ما بقى فيني خبيه اكتر من هيك. قلبي عن جد ما بقى يتحمل. يوم بعد يوم عم تكبر هالكلمة، عم تكبر وتكبر جواتي، وصار لازم تطلع مني. رح قلك ياها وارتاح بقى. انا بحبك حكمت. حلو هيك. مرحبا، يعطيك العافية. وينو حكمت؟ هو جوا بالمستودع. حفوت لعنده. شو في مرتضى؟ صاير شي؟ امشي معي بسرعة وبرا ببقى بحكي لك. مرتضى قولوا خلصني، شو صاير؟ العم فكري أخذ عصمة. كيف؟ ايه؟ العم بهالحالة أنا مجبور روح. طالما أبي أخذ عصمة معناها رح يوقع حاله بشي ورطة. طيب ماشي، روح استعجل، بس رجع خبرني شو بصير معك. طيب ماشي، أكيد برجع بخبرك. يلا امشي. أحمد وين بيكون هلا؟ أنا بعرف وينه. فكري بيك. شيماء خانو. شيماء مرحبا. مرحبا. لوين لوين فايتي ببوتك؟ رجعوا لورا، رجعوا. انا هلا معزلة البيت. انتو شو بدكم؟ اخي عصمت وابي مو عندي. لا لا لا، انا ما شفتهم بنوم. شو بدنا نعمل؟ بس ما يكون شي حدا خاطفهم او قاتلهم. لا لا، ما حدا صار له شي، بس بابا اخذ عصمت عم ندور عليه. معنا تفوتوا هلا، بس خلي الكل يشرح من جهه اذا بتريدوا. لميس مانو هون؟ لا مانو هون. خلونا ندور عليهم بالشوارع. يلا. يلا امشوا امشوا. يلا. اها، لا تفكر تهرب. شبك ولا شو نعست؟ بعتنا لك الزلمة يجيب لك اكل. ما تنام هلا، كل قبل. انا جعت كثير. اصبر لك شوي. شو هالريحة البشعة ولا؟ يوم ما غيروا لي. ليش تأخرت لهلا؟ الولد جاع. ما لقيت ولا محل قريب، والكازية كتير بعيدة. ما جبت حفوضات؟ بلا جبت. الولد نعسان كتير، نحن وين بدنا ننيمه برأيك؟ خليه هون أحسن. مشكلة إذا بكرة أبوه ما أجا شو بدنا نعمل فيه؟ شو بيعرفني شو بدنا نعمل؟ والله الولد مهضوم ورايق، شو ذنبه لحتى نحبسه عنا؟ مو وقت حنية قلبك. طعمي وغير له، لا تعمل لي مشاكل. غير له الحفاض، ريحته دبحتني. انا جعت كثير. لهلاخ خس الجوع. وطبعا ولأن المبلغ كبير ما قدرت أمن لهم المصاري، ولما الجماعة يقسوا مني أخذوا عصمة رهينة. مين اللي قال لك تطلعوا من البيت؟ كيف بتفرط بابنك؟ أنت ليش حتى تطلع من الحارة؟ إذا كانوا شافوك بعينهم ميت، يعني صعب تضلك كم يوم بالبيت؟ يا ربي دخيلك ما يعملوا شي لهالصغير. لك هدول مجرمين، برك عملوا له شي لا سمح الله. اهدي امي وتعالي معي لاعطيكي دواكي. لا لا لا، انا ما بدي ادويتي، ما بدي ارتاح، ما بدي نام. حتى ندفعلهم. خلونا نخبر الشرطه. لا لا، ما فينا نخبر الشرطه، هدول ناس بلا ضمير، واذا قلنا للشرطه بيجوز يذول الولد او يعملوا فيه شيء. ايه شرف هلا لك. وهلا شو بدنا نعمل؟ انا السبب بهي البلوى كلها، الحق علي. بس لو ما تركتهم البيت لحالهم سمعت كلامك.
أنا اللي تأخرت على البيت، ما كان لازم طول. وأنا ما كان لازم أعطي عصمت لبابا أبدا. إيه خلاص فهمنا، بلا البكي هلا. قديش أنت بده منك 200,000 ليرة؟ ولي معقول كل هالمبلغ؟ يلا الكل يعطيني شوفي مع مصاري سرعة. فكري بيك، أنا في عندي ربع ليرة ذهب مخبيتها من زمان، بجوز تساعدكم. بنتي بأوضة النوم أول درج بالخزانة من فوق، بس تفتحيه يمكن على اليسار. بتلاقيها بالدرج اليمين. إيه والله صح. ونحن كمان في معنا 500 ليرة، أعطيها إياها بسرعة. إيه؟ أعطيها يلا. خدي لميس. حبيبي ما فينا نشتري لك بيجامة رياضة. أنا ما بدي بيجامة رياضة، أنا بدي أخي أسمط وبس. بس هدول ما بيطلعوا 10 المبلغ المطلوب. عم يخطر لي إلا كنبيع شيء، بس شو بدنا نبيع والله ما بعرف. هدول بيكفونا، وإذا بدهم بقية المصاري لازم يعطونا عصمت. يلا أنت كيف رح تضمني هالشي؟ رح نجرب نحلها. يلا يلا أنا جاي معكم كمان. أنت عود، بدنا منك بس تعطي العنوان لحكمت. بس يا لميس أنت بنت، ما فيك تخاطري بحالك. ليش ما فيني خاطر؟ وإذا بنت يعني أنا لازم روح وجيب أخي. شيماء خانم. هاي تفضلي. لو سمحتي ممكن الولاد يبقوا عندك لبين ما نرجع؟ ايه طبعا، ولا يهمك، انا بدير بالي عليهم وبهتم فيهم. حتى فينا بكره الصبح نبيع مثلا التلفزيون او التليفون، يعني اي شيء ممكن يساعد حتى تنحل. المهم تجيبوا عصمت. ماشي انا رح شغل السياره، يلا ناطركم. شكرا. يلا العفو. شكرا شيماء. دير بالك على اختك، اختك امان برقبتك. ماشي ماشي بابا. انتو اكيد جوعانين. هذا هو الشارع. ليكو هذا المستودع. يعني ما رح ننطر بدر؟ ما فيني انطر حدا. والله ولا انا. اي باب؟ ليكو هنيك على اليمين. يمكن هداك. افتحوا الباب. افتحوا. يلا افتح لك. افتحوا الباب. افتحوا الباب. لك عم قلكم افتحوا الباب. اوه مو انت بنته لفكري الحرامي؟ وين اخي عصمت؟ بعد وين رايحة؟ بعد ايدك سهلة وراء. ليكون مستودع اللي خلفوكن. رح اخذ اخي وروح من هون. متأكدة انه انت بنته لفكري؟ عن جد انت بنت قبضاية، اثبتي بمكانك احسن ما اوصل. يلا ليش ناطه؟ جاية لهون لأخذ أخي وروح. يلا بعد عن طريقي. بعد من وشي عملها. عصمت 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 يا عمري يا روحي. أنت منيح يا عمري؟ أنت منيح حبيبي؟ خد أحملي. تعال يا بطل تعال. تفضل. شو هدول؟ أول دفعة من الدين. شو بدكم تدفعوا لنا بالتقسيط؟ هذا الموجود هلا، بيتنا وبتعرفوا، ونحن ما رح نهرب. يلا. لحظة على مهلك. هلا عن جد أنت بتكوني بنته لفكري؟ إيه. يلا. شو كنت نايم أنت؟ والله هذا أبشع يوم بمر علي. إيه الحمد لله إنه مضى.
فكرة للاس لجوع النوم. يلا على السريع. أهلا وسهلا دلال. الحمد لله على سلامته. بنتي والله ما كان بدي يصير هيك. شو عصمت مو ابني؟ الله يلعني ويلعن عيشتي. لميس الله يوفقك بس خليني اشوفه واطمن عليه. اسف والله اسف ما خطر لي يصير هالشي والكلاب ياخذوني من بين ايدي. لميس 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 يلا لميس انا اسفه كثير ووعدك ما بقى اترك الاولاد مره ثانيه. ولا يهمك خلص مشي الحال. ماشي تصبحي على خير. يلا بخاطرك. بالسلامة. يلا عالنوم بكرة في مدرسة. معقول نروح على الدوام بكرة؟ شو ناقصك حتى ما تداوم حكمات؟ يلا. شوفي عنه بنايم مثل الملك ما شاء الله. وطي صوتك بلا ما تفيقه. بدي بوسه معليش. ممكن أطلب طلب؟ ممكن نام جنبه الليلة؟ ها؟ أكيد. شكرا. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.